بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: تسير سيارة السيد مصطفى بسرعة متوسطة تساوي 85 كيلومتر في الساعة في طريق سيار رابط بين مدينة أكادير ومراكش. إذا علمت أن المسافة الفاصلة بين المدينتين هي 260 كيلومتر، حدد المدة الزمنية المستغرقة. إذا نقرأ المسألة بتأني ولأكثر من مرة. نعيد: تسير سيارة سيد مصطفى بسرعة متوسطة 85 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة منتظمة ثابتة، هذه السيارة لا تزيد ولا تنقص في السرعة. تسير في طريق سيار رابط بين أكادير ومراكش. إذا علمت أن المسافة الفاصلة بين المدينتين هي 260 كيلومتر، حدد المدة الزمنية المستغرقة. لاحظوا معي هنا السرعة المتوسطة، وعندما نتكلم عن السرعة المتوسطة هذا يحيلنا إلى التناسبية. هذه السيارة تقطع 85 كيلومتر في كل ساعة واحدة. إذا لاحظوا معي هذا الجدول: المسافة المقطوعة بالكيلومتر، المدة الزمنية المستغرقة بالساعات. جاء في المعطيات أن هذه السيارة تقطع 85 كيلومتر في ساعة واحدة، وهي سرعتها المتوسطة. المسافة الفاصلة بين أكادير ومراكش هي 260 كيلومتر. إذا المسافة المقطوعة 260 كيلومتر، كم تستغرق هذه السيارة؟ إذا لدينا تناسبية، السيارة تقطع 85 كيلومتر في ساعة واحدة، في 260 كيلومتر كم تقطع؟ علامة استفهام، يعني أن الجواب هو، هذا هو الجواب نبحث عنه، هو 260 في واحد قسمة 85، 260 في واحد ثم نقسم على 85 ونجد الجواب 260 في واحد 260 نقسم على 85، الخارج هو 3.05 ساعة. وإذا أردت هذا بالدقائق أضرب هذا العدد في 60، لأنه للمرور من الساعات إلى الدقائق أضرب في 60. 3.05 أضربها في 60 أجد 183 دقيقة مينيت. إذن هذه السيارة تقطع المسافة بين أكادير ومراكش في 183 دقيقة أو 3.05 ساعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.